بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم. الدرس الثاني من سلسلة أقرأ وأفهم. Bien lire et comprendre. C'est Mina. Mina et son père. La dame Seyida. La balle. Le rat, l'âne, trois dattes, le sac, le lavabo, le cadenas, le domino, la balle, la moto, la dame, le chat qui s'appelle Mickey. Toujours la voyelle A. يجب أن تعرفوا بأن اللغة الفرنسية يعني الهجاء الفرنسي يتكون من 26 حرفا. 20 حرفا تسمى لي كونسون وستة حروف تسمى لي فويال. من بين هذه لي فويال أ أ إي أو. عدد لي فويال ستة، من بينها أ إي أو، والثلاثة الأخرى هي أ أو إغريك. لي فويال كالحركات في اللغة العربية، الفتحة والضمة والكسرة، المدود. يعني لي فويال هي المصوتات، ولي كونسون يعني باقي الحروف الأخرى تسمى لي كونسون، وهي الحروف الصوامت. مثلا لا لتر بي حرف صامت، ا فويال، بي افيك ا سو برونس إذن لي فويال يعني هي الحركات. إذن نبدأ القراءة على بركة الله. لو با با لو بابا أ أ أ إي أ أو إي أو أ إي أو A, I, A. A, O, A, I. A, I, O, A. Le papa est là. Le papa de Mina. Là. تدل على المكان. لا avec accent grave تدل على المكان. C'est un adverbe de lieu. I A I A A A I A I I I A A O A O O O A O A A A O. Le elle avec E se prononce le. Le c'est un déterminant. C'est un article défini. يعني أداة للتعريف تستعمل مع المفرد المذكر. Le papa. Le papa. نقرأ يعني المقاطع الصوتية. Les syllabes. Le pa pa.
le, jo, li, mi, ki, le, do, mi, no, le papa, le joli Mickey, le domino. I, o, a, o, i, mi, mo, ma, mi, ma, mi, 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 na, mina. A, a, i, a, o, i, o. Le pa, pa, le papa, le rat, mi, na, mina, mi, na, mina, a, مي آمي. إذن بهذه الطريقة نتمكن من قراءة يعني الكلمات بكل سهولة، أن نقرأها مقطعا مقطعا ثم بعد ذلك نقرأ الكلمة يعني مرة واحدة. لو با با لو بابا لو غا لو غا مي نا مينا مي نا مينا آ مي Ami. La moto, la moto. Le la va bo, le lavabo. Le do mi no, le domino. Mi ro, mi ro. La ba le, la balle. De mi na. Mina, la balle de Mina. Le papa de Mina, le papa de Mina. Et là, là. Avec accent grave, indique le lieu. Là, avec accent, indique le lieu, yani enna. Là, tu'abbiru yani al-makan, fa'innaha darfu makan, adverbe de lieu. Bikhilaf, là, c'est un déterminant, c'est un article défini. فإنها أداة التعريف وتستعمل مع المفرد المؤنث. يعني الفرق بين لا avec accent et la sans accent أن هذه تدل يعني على أداة للتعريف، وأن هذه تدل على المكان فإنها ظرف مكان. La balle de Mina. La balle de Mina est là. La moto de papa. La moto de papa est là. Mickey est là. يعني نعبر بها عن المكان هنا مثلا أو هناك. La balle de Mina est là. كرة Mina هنا. La moto de papa. La moto de papa est là. الدراجة النارية أو دراجة أبي هنا. ميكي إي لا يعني القط هنا. إذن نفرق بين لا افيك أكسون إي لا سون أكسون. هذه تدل على المكان لأنها ظرف مكان، وهذه تدل على أنها أداة للتعريف وتستعمل مع المفرد المؤنث. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.